لك بعرف بدك تنزل تلعب شارع مع الاولاد. ما بهرب بس اتركني. لك شوفي ليش عم تتخانقوا؟ خلي ام محمود ليه طالعين يتركني؟ اتركوا ليش هالكلام شو؟ خلي ام محمود ينزل يلعب بالشارع مع الاولاد بالحجاره. لك اتركوا ايميل روح لهنيك طولان اتركوا زبلوا بقى. سليم حبيبي ايش هي على بالك تاكل عوامي؟ ايش هي على بالي اكل عوامي؟ عندك بحبها كثير. انا كنت طعميتك عوامي بس ما عندي طحين اعمل لك عوامي. هات المصاري بنزل بجيب لك طحين من عند البياع. شو مصاري ما مصاري تفل دمان. حبيبي سليم بخاف انا بدي نازل عم تقطع الشارع تطرقع سياره يا حصرتي عليك كون انا السبب. لا ما بدي انا بدي مشانك سليم. تعال وشوف شو اذا جاي على حالي عوامي. اتفقنا اتفقنا خط كفتون جايبهم مشان حطهم على الطاولة بلكي بتفتح قبليتها وهي عم تاكل. انت اقبر قلبي كلك ذوق، رح احطهم بمزهرية وحطهم على الطاولة مشان تنفتح قبلية الاولاد. حاكم هاليومين مو عاجبني اكلهم حرام. خير شبه؟ اكلت ضربة على مصدغي. ومين ضربها؟ مو طارق يلي ضربني. اهلين بابا. اهلين. اهلين بابا. الله يرضى عليك. طبق ما سمع انت وياه هلا على الغدا ما بدي حركات وولدني جايينا ضيوفه. مين هدول الضيوف بابا؟ بس يجوا بتعريف. انت بس تطل على وش امك تعريف ادعي لي بابا. كمرت لك بطل العاده. شو هاي؟ هلا بتاكل يلا تفضل. علشان الشوكه بالورد شبك جميل؟ ما بدي تتغدى؟ لا بدي استنى الضيوف. أنو ضيوف؟ الضيوف اللي جايين لعنا. مين جاي لعنا؟ ليش عازم حد على الغدا؟ أنا لا، المفروض أنت تكوني عازمة مها وبنت خالتها الحلوة. يي صحيح ما قلت لها؟ خير؟ زهرة اليوم عند عمتها. يعني مو جاي؟ عزمتها بكرة ما مشكلة. هيك أحسن، بكون قابلت وسيم وعطاني كم جملة حضره. لا بكرة. حبيبي خوفني. قوم اتغدى يلا قوم. ايه بتغدى ليش ما اتغدى؟ بكره وبعده بكره وبعده اللي وعدني حيوفي بوعده. يلا صبي. هات صحنك مين؟ لازم بكل قرص كل قرص انا. هات عضل شوف مين بابا. تفضل جميل. يسلم. مين ماما؟ جارتنا محمود. مرحبا انا. اهلين حبيبتي. كيفك استاذ جميل؟ اهلين تفضلي. لا تفضلي لجنبي لهون لجنبي لهون تفضلي. كيفك ابن عمي؟ بقصد ابو طارق. شلونك؟ اهلا وسهلا. كلي لك لقمه فواكه تفضلي. مالي حسناني اكل فواكه من كتر برادي مو متروس فواكه مل قلبي من الفواكه واريده فواكه ان شاء الله. كرمالي. كرمالك رح اكل مشان افتح نفسك للاكل كمان. مزبوط شوفتك لانه تفتح النفس. I
قرب، انت مثل ابني اللي بخورفك كان يقبرني ابني محمود ابن الواوية. يا الله يديم المحبة ام محمود. حط لي غدا. تغديت تغديت. وانت شو عرفك؟ ما شفتي هدوليك الاكلات يلي كانوا بالمطعم؟ شلون شفتهم؟ عيب سليم. بالعكس حكياته كتير زراف، ما بينسى شي ابنك. شو المخلي لك سليم؟ رح اجيب لك فحن نظيف مشان تقشري فيه ام محمود. تفضل تقبرني ابن عمي ابو طارق. تفضل حبيبي. يسلموا. يا اهلين يا ام محمود يا اهلين. تفضلي. هاتي عمي هاتي انا بلقمك. اهلا وسهلا بام محمود. اهلا وسهلا يا نوسك. تفضلي. بقى هيك انتوا عم تغصبوني رح تجننوني. لا تغصبها بعدين بتراجع يعني بتتآية. انت سكوت. سكتنا. تذكرت ماما مو قلتي لي اذا بتاخذ عشا بالاملاء بجيب لك شغله طيبه؟ واخذت عشرة؟ ورجيك الدفتر؟ لا حبيبي مصدقتك، بكره لما ارجع من الشغل بجيب لك شغله طيبه معي. بدي هلا. وهلا شو بدي اجيب لك؟ اعملي لنا عوامه. عوامه؟ ومين قال لك انه انا بعرف اعمل عوامه؟ انا بعرف ساوي عوامه. ولا يهمك حبيبي سليم، انا بساوي لك احسن عوامه. على قولة اخواننا المصريين لقمه القاضي بالحمص فواشات. ليه جبتي طحين؟ عند امك منلاقي طحين. لا جارتنا لا تعذبي حالك، بكره وانا جاي بجيب لهم مي عوامي. نحن ليش لحتى نستنى لبكره؟ اليوم ابنك جاي على باله ياكل للعوامي، اليوم طعمي عوامي، رح اعمل لك جاط هالقد قدو. لا جارتنا ليش تعذبي حالك؟ تفضلي على جيبك. لك ما في عذاب ولا شيء، انا بحب اتسلى بهيك اكلات، تعي معي على المطبخ، تعالي. معلش جارتنا انت سبيني بعدين انا بحكي. ماشي. وطحيني 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 وين حاطط الطين؟ يلا جاي جاي جاي. ضبطت. جارتنا شو هاد؟ لك عم دور على الطين ما عم لاقي. وين حاطط الطين؟ هيك انتي قولي لي، ما كنتي فتحتي كل هالخزن؟ يي علينا ما بدي عذبك، روحي لعند جوزك وولادك. خليك زوج. وين الطين؟ شوفي جارتنا لاقول لك شغله، هذا ابني وانا بعرفه، لا تردي عليه صغير. شو ما رد عليه طفل واشتهى العوامه؟ ما بيصير. واخذ عشرة بالاملاء، بدي اقضي له شهوته. انا بكره بقضي له اياها، لا تعذبي حالك. ما في عذاب. وين الطحين؟ يلا هجيب لك اياه. هاتي يلا. وهي الدراب السخن. هاتي طنجره. اي لحظه. وين طنجره جارتنا؟ هاتي. روحي ادي عن جوزك وولادك. يلا انا بخفقها للعجينه لحالي. يعني ما بدك معاونه؟ لك ما بدي معاونه، بشتغل لوحدي لبلد. روحي انت لعند روحي روحي. لا تبكيني. رايحه رايحه. روحي. لا انت مين بتحب العوامه؟ اخ رح تشمطيها شمطيه. ايه بدي اشمطها عشان تحرم تطلب هيك طلبات قدام العالم. اي عذبت جارتنا معامل العوامه؟ لا تخافي عليها، على قلبها احلى من العسل. اي فوت يلا، فوت على غرفتك انت وياه درسوا. يلا وين ابوك؟ فاتنا. اي فوت انت كمان انت وياه. يلا دو عوامه. تنسى موعدك معي ليكي تحطي ما تمطي. لا تحطي ما تحطي. هلا انت شو الله عذبك بهيك اكله؟ لك اطفل وجهها، هو كل يوم رح يشتهي هالاكله. كنا اشترينا له بكره الدراب السخن عوامي. مو طيبه عوامه السوق، بالبيت اطيب. على القليل بتعرفي شو عم تحطي. مطوله ام محمود؟ لا يلا ها خلصت. روحي انت حطي الزيت وحمي مشان اليوم. يا عيني.
حطي كمان، هدول ما بيكفوا. هيك؟ لك كمان، حطي كمان. العوامة لازم تعوم عوامان، لكن ليش بحمص بسموها فواشات؟ لأنه بتفوش على وش الزيت. حطي القنينة كلها ما بينكبوا، بيضلوا لمرة تانية. ولي لسه في مرة تانية؟ لك ايه مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة، دول الزيتات ما بيصلون شي، بينقلب يرد فيهم. انت ما دمحتشتيني بعوامة، ناديلي بتلاقي ام محمود شبيكي لبيكي بين ايديكي. ها 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 ها، هيك منيح. ورجيني لشوف. تفضلي. حطي كمان. هيك كمان. هيك كمان. ايه هيك. ايه حاجه بكفوا بكفوا، يعطيكي العافيه. روحي انت شوفي جوزك ولادك، روحي. بعد نص ساعه رح تاكلوا اطيب عوامه بالعالم. رحلتن على الدراجات. في يوم من ايام عطلتي توجه سليم. لك والله هذا انا صرت مشهور يا سليم. ورفاقه في رحلة على الدراجات زيارة قلعة الأثرية. بدي نتفق بدي نتفق. إذا تاني مرة تطلبك طلب قدام العالم، فهمت؟ لما بدك شيء تطلبه بيني وبينك، فهمت ولا؟ وشو في يا أخي سميع؟ لك أنا ما عم بحكي عن أخوك. لك أنا عم تحكي عن بابا. ولا عن أبوك، عم بحكي عن الغرب. إما كان في حدا غريب. أم محمود. أم محمود من أهل البيت. بلشت. هي هيك بتقول. لك ولا؟ هذيك المرة لما خالك جاب العوامة ما أكلت غير واحدة أو تنتين، على أساس ما بتحب العوامة؟ مزبوط، أنا مو كثير بحب العوامة. لأنه بيحلى حلقي. لكن ليش طلبتها؟ أم محمود قالت لي نقع العوامة. أها، هلأ فهمت. شو فهمتي؟ فهمينا. تعالوا هون ولا؟ تعالوا هون، التهي بدروسك أنت، يلا التهي. لك ولا سليم، من يوم ورايح إذا أم محمود قلت لك نق على شي مشوار، أو نق على شي أكلة، أو نق على شي شغلة، أوعى تنق الدروس. كل هالبهدلة مشان شوية عوامة خاص ما بدي آكل، كلوها أنتو. بحسابك بعدين. بعدين تروح يلا. رحلة على الدراجات. في يوم من ايام العطلة توجه سليم، وهذا مو انا، ورفاقه في رحلة على الدراجات. والله انك شاطره يا ام محمود، شو رايك تفتحي محل حلويات؟ يا ريت، بس ما معي رسمات. بتشاركيني؟ يا ريت، بس انا كمان ما معي رسمات. قولي لجوزك. مين؟ جميل؟ امنا له يا حسرتي. صحيح هو مدير بس موظف مثله مثل بقيه الموظفين، ايه راتبي وراتبه ما بيكفونا لاخر الشهر. هو هيك عم يقول لي؟ من غير ما يقول لي، شايفه كل شيء بعيني. معناتها ما بتعرفي شيء، اكيد مدكل له على كم الف ونايم عليهم. من غير ما يقول لي جميل؟ ما بيعمل شيء من غير ما يقول لي؟ بعدين منلو هالكم ألف؟ تسأليني إلي؟ شو نسيتي جوزك؟ شو مستلم؟ بجرة قلم بيطالع قدرات بوك 10 مرات. لا أم محمود، أنا بسمح لي تحكيك عن جوزي جميل؟ جوزي ما بيدخل ولا قرش حرام على جيبته. ومين قال حرام؟ هي شطارة. اسكتي اسكتي، بتعرفي إذا سمعت جميل بيبطل يدخلك على هالبيت؟ صدقيني هي كلها حركات مشان الواحد ما يظن في ظن عاطي، ومشان ما حدا يسأله من أين لك هذا؟ دخلك قديش عمره جوزك هلا؟ ليش عم تسألي؟ عندك إله عروض؟ أنت جاوبيني. 45. 45 سنة قليل. قليل؟ قليل على شو؟ قليل على التقاعد، لسه بده 15 سنة. وليش بدك إياه يتقاعد؟ مشان تبين الخيرات المخباية. يا ستي ان شاء الله ان شاء الله تهل علينا الخيرات. انا مو مستعده استنى 15 سنه بس، 50 سنه بس تهل علينا الخيرات. وليش لا تنتظري 15 سنه و50 سنه؟ كلمتين حلوين حرفين ثلاثه. بتعرفي منه قديش معه ووين حاططه؟ شبنا هنا شبك مطرمخه. بدك مني علمه؟ روحي شوفي مين. اوام روحي. حنين مطعمي، تفضلي تفضلي. ايه على راسي. حنين مطعمي حنين، تفضلي. اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا
اهلين مرحبا يا اهلا وسهلا، تفضلي البيت بيتك، تفضلي. هيك مرحبا الصورة للبدورك. لا هون منيح. ايه على راحتك، وين ما بدك تقعدي قعدي، ان شاء الله بتقعدي على راسنا. اهلين مرحبا، كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف عمي؟ ان شاء الله بخير. اذا انتم بخير نحن بالف خير. الحمد لله مرحبا، نحن بخير. ليش في حدا قال لك انه عندنا حدا مريض؟ لا بس يعني بس شو في شيء مرحبا؟ ايه في شيء. تفضلي احكي عم اسمعك. ليش مزعلتي لجميل؟ يي انا؟ لكن انا؟ لا ما قصدت مرت عمي، بس مين قال لك انه انا وجميل متزعلين؟ هو قال لك شيء؟ لا ما قال لي شيء، بس من تصرفه باين يعني. ليش شو عمي؟ ما عمل شيء، بس اجى لعندي قعد ساعتين قبل ما تجي انتي. يا مرت عمي، ايش فيها؟ ايش تعي يزور امه يطمن عليها ويشوف كيف صحتها؟ ما فيها شيء، ولا انتي ما بتحبي جميل يزورك؟ بالعكس، بتمنى يزورني كل يوم. بس جوزك بالعادة بفوت لعندي بيقعد خمس دقايق بياخد بصة نار وبيروح. هالمرة قعد ساعتين كاملات، لو ما كان زعلان منك ما كان طفش من البيت واجا لعندي. فشو الخلاف اللي بيناتكم؟ قليلي ليش مزعلتي؟ لا يا مرت عمي، معقولة زعلوا لجميل وطفشوا من البيت لعندك؟ قوم الحقوا أنا والولاد، معقول؟ معقولة ليش لا؟ ما بدك ياه يفش قلبه لأمه، قمتي لحقتي مشان ما يصير له مجال يحكي. احسن شي مرت عمي، قوم فيق لك ابنك وتسالي ليش قاعد عندك ساعتين. يعني قال ما بتعرفي. ومنين بدي اعرف مرت عمي؟ لنفرض انك مالك مزعلتيه ومطفشتيه من البيت، ما سالتيه عن سبب زيارته الغير عاديه لعندي؟ وليش لا اساله؟ رح فيق لك جميل وبتسالي بنفسك عن اذنك. عشنا وشفنا نسوان آخر زمن، صار بدهم صانعات ببيوتهم. لكن يا عمي لكن موظفات. يا ما قلت لك يا جميل لا تأخذ موظفة، ما كنت تسمع كلامي. أكيد عم تدفعك أجرة الصانعة أكثر من المعاش اللي عم تسحبه. لا وشو ما جاب لي خبرها بنوب؟ طبعا ما بيسترجي من مرته. جميل جميل حبيبي يلا قوم خلصني، امك بدها تشوفك. يلا قوم جميل. عادي ما انت خليني نام لي خمس دقائق. خمس دقائق؟ انا رح خليك نام خمس دقائق على المزبوط. يلا قوم يلا جميل. خلاص انت سبقيني وانا بالحاج. شو اسبقك؟ قوم حبيبي قوم بلحقك. قوم خلقتيني شبك، في وحده بالعالم فيا جوزها هيك؟ انت بتضطرني. انا بضطرك، رومانسيه طول عمرك. تربايتك حبيبي. وين امي؟ امك بالصالون. إيه لا أبي لا حيشرب قهوة مع أمه. مدير وكاتب هيام بدلهم. الله يرضى عليك الله يرضى عليك، تقبرني بكفي تقبرني. عاد جميل عاد لشوف، طمني شلونك أنت ومرتك؟ صالحتوا لساتكم متزعلين؟ ومين قال لك يا أمو إنه نحن متزعلين؟ يعني ما في شي بينك وبين مرتك؟ بلا في كتير يا أمو. شفتي؟ احساسي محله، الله يسامحك. احكي ابني احكي، فضفض فضفض عن حالك، بشو مزعلتك اللي احكي لي. رح فضفض يا مو، انا بيني وبين هنا ما في شيء، مثل السمنه على العسل مو هيك هنا؟ اي حبيبي، بس امك مستغرب زيارتك لها، قال لي كل مره طولت عندها، قعدت عندها ساعتين ومفكر انه انا مطفشتك من البيت. الا انه ما في شيء حبيبي، الا انه ما في شيء. احكي تقبرني احكي ولا تخاف. اشتقت لك ولروق، خلص انا اشتقت لك ورحت لزورك، هي القصه كلها. مش هي صدق، بس مالي قدرانه، اكيد في شيء مخبي علي. العوامه صارت جاهزه، اي الفواشات دوق لقمه القاضي يا استاذ جميل يا حبيب. انت صانعه كمان؟ بلا لك ياها، تعود مرتك على الكسل. حطي الجاتون جارتها لنادي للولاد لياكلوا. ماشي. جارتكم؟ والباب على الباب، حضرتك ساكنة جديد انت بهالبناية؟ لا محمود، هي ام جميل يعني امي. الله يرضى عليك. مو معقول، ما بصدق، مبينة اصغر مني. اللي صار تجوزتي وانت كنتي صغيرة؟ كان عمري 14 سنة لما جبت جميل. الله يرضى عليك الهي. اهلين تقبروني. اهلين سليم. اهلين. قلي طارق شلونك بالمدرسه؟ ان شاء الله عم تاخذ عشرات. انا عندي اياهم كلهم عشرات. برافو.
وانت يا سليم؟ وانا كمان. لا تصدقي تيتي، عنده 9 و8. لا ليش هيك؟ شايفه هالقاسات اللي ما بيحطوا عشرات؟ قاسات اخر زمان. يا لطيف، ان شاء الله بتقبروني الهي. الله يعطيه العافيه، خربت لي المطبخ فوقاني تحتاني. مشان شو؟ مشان شويه عوامي. يلا بعدين برتب المطبخ. لغلي لها فنجان قهوه لمرت عمي تشربه مع ابنها قبل ما يروح على موعده. ان شاء الله ما تكون قريت الورقه مشان ما تعمل لي مشكله وفنطي قدام امي. اهلين يا مو. اهلين يا مو. اهلين. شو سليم، ما بدك تاكل من العوامل اللي طلبتها؟ طيبين؟ دو اذا كانوا طيبين ولا لا. دو مو طيبين يلي بيجيب لنا اياهم خالي اطياب. تفضلي ام جميل تقبريني. دو اياهم كانوا طيبين ولا لا. اسلموا ايديكي. ما بهون شيء، بس لو كنتي مبرده القطر وحاطه العوامه سخنه بقلبهم كانوا بيطلعوا اطيب. بس على كلن يسلموا هديات. ودياتك ابو طارق. دوق تقبرني. دوق اعطيني رايك. انا رايي من راي امي. ما بدك تدوق بالاوان. اذا دقتهم امي عدنوا انا دقتهم. لانه اذا ما عجبوكم بعملكم غيرهم وعلى طريقه امك، يعني بغطس العوامه السخنه بالقطر البارد. لا ام محمود، ما بدنا نغمس العوام السخنه بالقطر البارد ولا عوام البارد بالقطر السخن. زيها امي. جننتوني انتو. اذا ما بدكم عوامه خلاص بلا العوامه، تساوي لكم بكره ستاتي. عندكم سمن عربي؟ لا ام محمود، نحن ما نحب الستاتي ولا الايان. تفضلي. مستعجله كنتي كثير على القهوه، بس بدها تقلعني. تفضل حبيبي جميل. تفضل يا قلبي. الحمد لله، اكيد مو قاريتا. شربي قهوه ام محمود. هاتي حبيبتي. ليش لحتى ما اشرب؟ بشرب شو ناقصني انا؟ ليكون متضايقين مني كمان. يلا ماما روحوا انتوا على اوضتكم ادرسوا مشان تخلوا تيتا تعرف تشرب قهوه. روحوا. خلينا قاعدين، اشتقت لهم كثير انا. لا انا فكري مرت عمي انهم يخلصوا دروسهم بعدين يجوا يقعدوا معك قد ما بدك. يلي بيسمعها بيقول عندهم بكالوريا. يلا بابا رجعوا لاوضتكم واسمعوا كلام الماما. يلا يلا روحوا روحوا. يا هيك رجال يا اما بلا، ما بيخالفوا نسوانهم بكلمه. اهلا وسهلا مرت عمي. يا اهلين. اهلين فيك يا عيون مرت عمك. جميل صار وقت موعدك. انو موعد؟ موعدك مع همام. من وادا همام؟ وانا شو بعرفني، انت اللي بتعرف. وانا منين بدي اعرف؟ بدها تخترع له موعد اختراع مشان يروح وما تخليني اخذ راحتي بالحكي معه. هلا حبيبي مو انت الكاتب على الورقه، لا تنسى الموعد الساعه 6:00 وبالعلامه مخربط، بدل ما تكتب همام كاتب هيام. مو مزبوط؟ اذا مو مصدقني بجيب لك الورقه. لا 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 جيبيها اتركيها، ما بدي اياها الورقه. حتى هيام عم تقراها همام. هذا صمام الامان اللي ما عم ينفجر راح يجنني. منو هاد يا مو؟ لا ما في شيء يا مو، عن اذنك بس عندي موعد الساعه 6 مع همام. اذنك معك تقبرني، انا قاعده مالي غريبه. قوموا لا ارجيله، قوم انت واخوك دنكور على دروسكم. يلا هما. اهلين مرت عمي. اهلا وسهلا. بالمهلي تقبريني. هنا هنا مين هما؟ بعرفه انا.